ايه الحاجات اللي انت المفروض تكون عارفها قبل بداية الفيديو ده؟ رقم واحد، لازم تكون شفت بلاي ليست الديناميك بروجرامينج كاملة. تعالى اوريها لك دلوقتي وتفتحها ازاي على الشانل بتاعتي. عشان توصل للبلاي ليست بتاعتي هتدخل على يوتيوب، هتلاقي السيرش، هتكتب هنا في السيرش مستر الجوريزمس، هتلاقيني ظهرت لك اول واحد. طبعا ما تنساش سبسكرايب بقى والكلام ده. هتفتح مستر الجوريزمس، هتلاقي الفيديو التعريفي للقناة في الترتيب اللي هتمشي بيه، هتلاقي كمان صفحتي على الفيسبوك، لينكد ان، في عندي على التيك توك بس ما انصحكش ان في ناس كتير ما بتحبوش، بس انا بنزل عليه محتوى تعليمي فعادي يعني. افتح بلاي ليست، هتخش على كرييتد بلاي ليست، هتلاقي كل بلاي ليست اللي موجوده دلوقتي، منها سي بلس بلس، كمبيوتر بيزكس، جوجل كيك ستارت كونتست، انجازات كل سنه، يوتيوب شورتس، عروض وكورسات ومنح، جرافس، دايناميك بروجرامينج، ريكيرجن وباك تراكينج، وبلاي ليست لما بتخلص بحطها في وان فيديو. انت مهتم بانهي؟ انت مهتم بدايناميك بروجرامينج بلاي ليست، هتفتحها. كل ده لازم تشوفه بالترتيب لانه كله مبني على بعضه، وهتلاقيني في اول فيديو انا شرح لك المحتوى واللي هيحصل فيه. اخر حاجه خالص يعني حتى الان المفروض ان احنا وصلنا للجزء ده والبروبلمز اللي عليه، لسه الجزء التاني والجزء التالت ما تشرحوش. طيب انا مفروض دلوقتي واقف فين؟ لسه الجزء الاول بروبلمز عليه. البروبلمز اللي عليه احنا وصلنا لكي نابساك، نابساك 1. هتقول لي طب تمام جدا، البروبلم دي احنا هنحل النهارده نابساك 2. هقول لك اه بالظبط. هتقول لي طب البروبلمز دي اجيبها منين اصلا؟ بص يا سيدي، تجيبها منين؟ ده موقع انا بحطه عشان تحل منه بروبلمز اسمه بروجروفر فان. هنا المكان اللي فيه الكونتست، الكونتست دي على اد كودر، وانت لو طلعت بره وكتبت اديوكيشنال دي بي كونتست هي اول حاجه هتظهر لك. انا حل ايه؟ انا حل المساله دي نابساك 2. تعالوا بقى نقرا دلوقتي المساله مع بعض. المساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك عندك ان ايتمز، ايتم اي ليها ويت دبليو اوف اي وفي اوف اي، تارو ده واحد اسمه تارو عايز يختار بعض الان ايتمز بس الكباسيتي بتاعت الشنطه اللي معاه دبليو، يعني مجموع الويتس لازم يكون في اقصى الاحوال دبليو، الشنطه مش هتشير اكتر من دبليو، غير كده تخيل ان الشنطه هتتمزق هتتبهدل كده. طيب انت عايز اكبر ماكسيمم سام اوف فاليوز، هتقولي ايه سام اوف فاليوز دي؟ هقول لك بص يا سيدي، هو بيديك ان ودبليو، بيديك عدد الايتمز وبيديك وزن الشنطه، بعد كده بيديك وزن كل شنطه وكل شنطه جنبها فاليو. انت عايز تماكسمايز الفاليو ده، يعني انت عايز تطلع اكبر فاليو اللي هي هنا 90، وفي نفس الوقت تجيب الويت اللي ميت الكونسترينز اللي هو اقل من او يساوي 8. فانت هنا هتلاقي ان البيست اوبشن ان انت تاخد 3 و5 اللي هما 30 و60 ب90، وهكذا على الباقي كله بنفس الامثله ونفس الطريقه. هتقولي طب تمام جدا، حلها ازاي بقى؟ هقولك تعالى بقى نفكر في الحل الاول وبعد كده نشوف الكود في الاخر. بروبلم نابساك 2، انت عندك الانبوتس ان ودبليو، والكل ان في w1 وv1 w2 v2 w3 v3 وهكذا، يعني انت كل شويه بيدخل لك ويت وفاليو. ايه الكونسترينز اللي عندك؟ ان من رينج 1 ل 100، ودبليو من رينج 1 ل 10 اس 9، و W of I من 1 ل 10 أس 9، و V of I من 1 ل 10 أس 3. من الكونسترينز احنا نقدر نقول ان احنا هنعمل DB على Sum of Values. فكر فيها بنفسك، وقف الفيديو وفكر فيها بنفسك. المطلوب في البروبلم ان احنا نكبر Sum of Values ونقلل مجموع الويتس. خليني اديلك هنت. اول هنت، تخيل ان احنا عندنا Dynamic Programming Function اسمها Solve بتاخد 2 parameters I و Sum of Values. الفانكشن دي اللي هي solve اللي بتاخد i و sum of values لازم نمينيمايز الويتس بيها. طيب ازاي نماكسمايز sum of values وفي نفس الوقت نمينيمايز الويتس؟ وقف الفيديو وفكر فيها لوحدك الاول، انا كده مديك هنتين مهمين جدا، ركز فيهم كويس. تعالى هديلك الحل. احنا نقدر نستعمل solve of i و sum of values ونلف على كل الاحتمالات لsum of values، وهنطبع maximum sum of values اللي بيمت الكونديشن solve of i sum of values اقل من او يساوي w. هتقولي ليه؟ هقولك لان solve of i of sum of values دي بتمينيمايز الويت اصلا. تقولي مش فاهم، هقولك هتفهم اكتر في الكود، بس لو انت فهمت الهنتات ورجعت للفيديوهات اللي فاتت ومسألة نفسك 1 مفروض تكون فهمت الحل ده وحاول تكوده لوحدك. تعالوا نناقش الكود مع بعض. قبل اي حاجة في حاجة عايز اوريها لك في الكود. انا ما جبتش المسألة accepted من اول مرة، انا جبت wrong completion error، wrong wrong، يعني انا جبت اول wrong ثاني wrong completion error wrong كمان، يعني انا جبتها بعد 4 مرات. بس اهم حاجه تفضل تحاول. قعدت فيها قد ايه؟ انت لو حسبت التايم، بص كده انا اول submission امتى واخر submission امتى، قعدت فيها وقت تمام، خدت فيها وقت نسبيا
هتقولي ده مش وقت كبير، هقولك نسبيا مش وقت قليل بالنسبة ان انا المفروض حليت نفسك وان، وانا شبه عارف فكرة المسألة. يعني انا المسألة دي عدت عليا قبل كده وعارف فكرتها، وبرغم من ذلك جبت رونج. عادي جدا ان انت تغلط، اهم حاجة تفضل تحاول وما تقلقش، هتوصل في الاخر. طيب تعال نشوف بقى السبميشن والحل نفسه. الحل نفسه كالاتي، دي الفانكشن اللي انا قلت لك عليها. الفانكشن دي بتاخد اي ومجموع الفاليوز، هسميه في. هتقولي تمام جدا. طيب انا ايه المطلوب مني؟ انا قلت لك الفانكشن دي المطلوب مني اول حاجه ان انا اشوف ان الويت ده بيماتش الكونديشن، وتاني حاجه الفاليو اللي هتاخدها دي لازم تكون اكبر فاليو. هتقولي اكبر فاليو، انا مش فاهم احنا هنعمل ايه. اقول لك بص يا سيدي، هتفهم اكتر في الدي بي، بس لازم تكون حليت نفسك وان. اول حاجه الدي بي بتاعي ده بيفايند الماكسيمم فاليو. هتقولي ازاي؟ هقولك بص يا سيدي، انا بفترض ان انا عندي اصلا الماكسيمم فاليو. بفترض ازاي ان انا عندي الماكسيمم فاليو؟ انا بمشي بجمع الفاليوز، لما اجمعهم فانا كده كده وصلت لاكبر فاليو، وبجرب كل الفاليوز الممكنه وببريك عند اكبر فاليو. يعني انا ماشي بالعكس، فطبعا طالما انا ماشي بالعكس يبقى كده الاكبر. لو لقيت واحده رجعت لي اقل من او يساوي ويت، هرجع الانس ايكوال اي. تقولي طب ثانيه واحده بقى، انت هنا تضمن منين ان انت خدت الفاليوز دي كلها؟ هقولك انا عايز اخلي الفاليو دي بزيرو، فكل اللي انا بعمله ان انا بفضل انقص من الفاليو دي، بنقص منها فاليو اوف اي. لو الفاليو دي وصلت لزيرو ده معناه ان انا خدت الفاليو دي كلها او اكبر من او يساوي زيرو عادي، وفي نفس الوقت انا بزود على الويت، فانا بماكسمايز على الفاليو. ازاي بماكسمايز على الفاليو؟ فين الكود اللي ماكسمايز على الفاليو؟ اهو. وفي نفس الوقت بمينيمايز على الويت، بجيب المينيمم بتاع الويت. هتقولي تمام جدا. في حاجه بس واقفه معاك دلوقتي، انت ممكن تكون هتقولي طب انا دلوقتي التايم كومبلكسيتي بتاعت حاجه زي كده مش هتضرب معايا؟ هقولك لا. هتقولي ليه انا مش فاهم؟ هقولك بص يا سيدي، لان لو فاكر قلتلك ان الارجيومنتس بتاعت الدي بي، فاكر الدي بي بياخد تايم قد ايه؟ ده في ده. هتقولي ايوه بس هيتضرب في اللوب دي. هقولك لا، هو مش كل مره بياخد ده في ده. الدي بي بيمشي ازاي؟ لو لقى كيس الحل بتاعها موجود هيرجعها، غير كده هيروح يحلها. فانت مهما كانت الكيس، السميشن او الناتج النهائي برضو هيبقى عندك ده في ده بلس الخطوات دي. مش في الخطوات دي مش مضروبه. ليه مش مضروبه؟ لان هو هيمشي عدد الحاجات اللي ما اتحسبتش بس. يعني هو يدخل هيلاقي دي محسوبه اوريدي، خلاص مش هحسبها. هيلاقي حاجه تانية محسوبه اوريدي، خلاص مش هحسبها. هو هيحسب اللي ما حسبوش بس، وهتطبع الانسر بتاعتك عادي، وهتجيب معاك اكسبتد بس كده. دي فكره البروبلم.